عن العقوبات الموقعة على طاهر محمد طاهر وعلى جوزفالدو فيريرا. اي يا عم والله، تصدق ان رابطة الاندية خدت فيتامينات الشجاعة ولجنة المسابقات وهتوقع عقوبة على جوزفالدو فيريرا؟ في تردد، في مخاوف، في حكايات، في روايات، لكن في الاخر الناس قالوا لك ما ينفعش نتجاهل التقارير اللي موجودة قدامنا، وما ينفعش نقول اصل وفصل وحكاية ورواية. لازم اي حاجة تحصل نكون من بداية الموسم حياديين وعندنا امان. بداية جوزفالدو فيريرا ياخد غرامة 20,000 جنيه على ما بدر منه من تصريحات سيئة، لكن نروح للعقوبة الأهم وهي عقوبة طاهر محمد طاهر على الفاول اللي ارتكبه في مباراة النادي الأهلي أمام الإسماعيلي، وحصل بناء عليه على طرد مباشر من الحكم محمد عادل. النهاردة كلنا شفنا كلاتنبرج، ودي أمر رائع للغاية إنه عامل فيديو بالأخطاء المؤثرة في الجولة الأولى وبيعلق عليها وبيقيم قرارات الحكام. طبعا العقوبة بتاعت طاهر محمد طاهر الراجل وصفها خشونة متعمدة، خشونة متعمدة. طيب الخشونة المتعمدة دي ايه عقوبتها؟ الايقاف مباراتين وعشر تلاف جنيه. الايقاف مباراتين وعشر تلاف جنيه. طيب بعد كده تلاقي في ناس بتيجي تقول لك ايه، طب خشونة متعمدة ده ضرب بدون كرة، ضرب الخصم بدون كرة. فنقول له حاجة مهمة جدا قبل، انا بقول لك اللي الناس الفتايين هيقولوه ضرب الخصم بدون كرة، لا ده في كرة وكرة مشتركة، وهو وفي كرة خارجة وهو اتقطعت منه وراح اللاعب هو قصه من ورا. فبالتالي هنا العقوبة هنا عن الخشونة المتعمدة وهي الإيقاف مباراتين وغرامة 10,000 جنيه، وسيتم إعلان هذا الأمر الليلة أو غدا على أقصى تقدير، لكن في إيقاف مباراتين لطاهر محمد طاهر. طيب إمتى كانت تبقى توصيف العقوبة دي ضرب الخصم بدون كرة؟ ضرب الخصم بدون كرة لو الكرة مش مهم خالص وفي حتة تانية، واحد ادى واحد بوكس عرقله ضربه اداله كوع اداله أي حاجة، تبقى هنا الموضوع إيه؟ يبقى هنا ضرب بدون كرة، فكان ياخد 3 مباريات و25,000 جنيه غرامة. لذا فإن عقوبة محمد طاهر المتوقع صدور، بلاش أقول المتوقع، ما علمت بيها، بلاش أقول ما علمت بيها، ناس قالوا لي ما تقولش طب إيه يعني؟ المؤكدة، عقوبة طاهر محمد طاهر المؤكدة هي الإيقاف مباراتين وعشر تلاف جنيه غرامة، أي أنه لن يكون في قائمة مباراة النادي الأهلي في مباراة الغد بإذن الله تعالى أمام أسوان والمباراة التالية. مباراة التالية يا عم أبو المعاطي مباراة السوبر في الإمارات العربية الشقيقة اللي عملوا نهائي كاس امبارح روعة الروعة وحاجة مشرفة الدنيا يعني، ماشي؟ فهنا أجي أقول لك لا، مباراة السوبر يلعبها طاهر محمد طاهر، مباراة السوبر يلعبها طاهر محمد طاهر، ملهاش أي علاقة بالأحداث الجارية. إمتى كان يبقى ليها علاقة ويغيب طاهر محمد طاهر عن مباراة السوبر؟ لو هو واخد عقوبة أخلاقية زي مثلا إيه؟ كهربا كده، الإيقاف مثلا لفترة زمنية، ده هنا يبقى المسألة هنا ماشي، لكن إمتى هنا في العقوبة دي الإيقاف مباراتين؟ يعني طاهر محمد طاهر يلعب ده مباراة السوبر بره العقوبات غير العقوبات التأديبية اللي أنت قلت المدى 3 شهور 6 شهور مش عارف إيه، فالمباراتين دول هيلعب فيهم. شوف انا بقول لك العقوبه وبقول لك طاهر محمد طاهر من حقه يلعب السوبر، ليه؟ متواصلين وفاهمين الدنيا فيها ايه. ففي العقوبه اللي هتصدر هي الايقاف مباراتين، الايقاف مباراتين، لكنه هيغيب عن مباراه اسوان من حقه يلعب مباراه السوبر. عشان بس ليه؟ هتلاقي الناس بقى اللي هزاز الرؤوس والكلام ده تقول لك لا مش من حقه وبنقول وبنعمل، لا يا سيدي، مباراة السوبر بره العقوبات اللي هي موجودة. إذن عقوبة طاهر محمد طاهر ستكون أو سيتم الإعلان عنها عن الإيقاف مباراتين وليس وسيلعب مباراة السوبر، مباراة السوبر بره الموضوع ده تماما تماما تماما. بقولها لك قبل كل الناس، فيريرا 20,000 جنيه غرامة على ما صدر منه من تصريحات، هم هيعلنوا الحاجات ديت بقى في أي توقيت يناسبهم، لكن يهمني حاجة واحدة فقط، إن أنا جاي أقول لك المعلومة قبل كل الناس يا قلبي، قبل كل الناس. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. استفتاء مدوي بتقوم به رابطة الأندية على صفحاتها، موجود فيه ديانج وشيكابالا وجون إيبوك على من لا هو لاعب الجولة. التلاتة دول ما خدوش في لاعب الجولة مين أفضل لاعب في المباراة، يعني لا ديانج ما خدش، اللي خد أكرم توفيق، شيكابالا ما خدش، اللي خد أحمد مصطفى، إيبوكا ما خدش، وهكذا. فالتلاتة داخلين استفتاء رهيب. طيب سألت يا جماعة إيه الاستفتاء ده؟ مش مفترض تاخدوا الأوائل
اللي خدوا احسن لاعب في كل المباريات، وبالتالي تاخدهم عندك انت و يعني تطرحهم بقى للاستفتاء؟ قال لك لا، هناك لجنه فنيه مختلفه عن اللجنه اللي بتختار المباريات، وهذه اللجنه الفنيه اختارت هذا الثلاثي الرهيب وحطوهم، لكن الاختيار هنا للجمهور، الجمهور هو اللي بيحدد ياخد مين وما ياخدش مين ويعمل ايه، فده استفتاء الجمهور غير استفتاء اللجنه الفنيه، اللجنه الفنيه دي في المباريات، لكن هنا ده استفتاء الجمهور. طب استفتاء الجمهور، شيكابالا نزل قلب الماتش حق ربنا وعمل تغيرات، الجون الاولاني هو اللي لعبه لكن المدافع كمله، لكنه قلب المباراه هجوميا لصالح نادي الزمالك. طيب ديانج كان عمال يصول ويقول دينامو قلب الاسد يعني في وسط الملعب حاجه بس ما شاء الله، جين اوبوكا جايب جون عالمي، فالثلاثه بيتنافسوا. تقولوا بقى الجمهور يكسب مين؟ الجمهور عمل نتيجه خياليه غير مسبوقه تدل على نسبه جمهور النادي الاهلي الى جمهور نادي الزمالك فيما يبدو، وما يزعلش من الزملكاويه، ده هذا هو الواقع المر والاليم اللي موجود دلوقتي. ديانج خد 81% لديانج، انا مش متصور هذه النسبة. وشيكابالا 81.5% ديانج جمهور الدان، شيكابالا خد 17.8 من 10، يعني ايه؟ هنقول 18 تقريبا. وإيبوكا خد 7 من 10، يعني مش مكمل واحد، 7 من 10، لكن الغالي هنا، ألف شكر يا غالي، والله والله العظيم ببسط لما أعرف إنك بتتفرج عليا، ربنا يزيدك ويزينك ويحفظك يا رب، ويرفع قدرك ويحبب فيك خلقه يا رب. فهنا 81% لديانج، ده اختيار الجمهور، ده قوة جمهور النادي الأهلي. لما تيجي تترجمه، تترجمه على الرعاية، ترجمه على اتصالات، ترجمه على البنك اللي هو اف اي بي مصر، اللي هو البنك ابو ظبي الاول في مصر دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، انا النهارده جات لي معلومه من اصدقاء في الامارات، قالوا بقينا كلنا كاهلاويه كله يحول رواد من خلال بنك اف اي بي، ده دعمنا للنادي الاهلي ودعمنا لرعاه النادي الاهلي، دعمنا للنادي الاهلي ولرعاه. قال لك كل فلوس والله من الامارات، قال لي خلاص احنا على الجروبات بتاعتنا كاهلاويه لا كله يحول على اف اي بي فاب، بنك ابو ظبي فاب ماشي، كله يحول من خلاله. ليه؟ هو ده النهارده راعي للنادي الاهلي، فاحنا يجب ندعمه، وهو ده جمهوره، ده حماه اللي احنا بنترجمه مع كل الناس. فهنا بنك فاب برضه في الرعايه تلاقي عامل مبلغ كبير، لسه ما عرفتش الرقم، لكن واتصالات ولسه باقي الرعاه، استنى قدامك 12 من 12 ل 14 راعي وفقا لما اكد لي مصدر يعني معني بهذا الامر، وتقول كل اللجنه اللي موجوده، دكتور سعد شلبي من المدير التنفيذي، نائب رئيس النادي والقائم باعمال رئيس النادي سياده الوزير عمرو فاروق، خالد مرتجي امين الصندوق، ومحمد بيه الغزاوي، ماشي الثلاثه موجودين مع الدكتور سعد شلبي، فالناس بتتكلم في هذا الامر. فهنا ديانج ترجمه لجماهير